السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ سؤال جالي على القناة، ايه هو افضل سن اقطف فيه الزغاليل من عند الاهالي علشان اكلها يدوي؟ السؤال ده يفضل ان احنا نجاوب عليه عملي زي ما هنعمل دلوقتي كده ان شاء الله، وهنبدأ نجهز مع بعض وجبة التأكيل بتاعتنا كالمعتاد. معانا بسم الله ما شاء الله هنا في العلبة الحمراء ديت زغلولين خدناهم من عند الاهالي، وهنبتدي باذن الله ان احنا ناكلهم سوا بايدينا على سبيل نبدا نعلمهم على التدريب او الطيران او التاكيل في البدايه، وان العصفور يبدا يقف على الايد. فالكلام ده كله مش هيبتدي في يوم وليله، الكلام ده هيبتدي من اول ما العصفور ما هو سنه صغير. هقول لك دلوقتي السن ازاي وهفرجك على كل حاجه. ودلوقتي انا بجهز بس وجبه التاكيل. بذكرك في البداية اللي لسه أول مرة يشوف القناة بتاعتنا، ما ينساش ينضم لأسرتنا الغالية من خلال الاشتراك أو سبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو، علشان كل ما ينزل فيديو جديد يكون متابع معانا. هيجي لك إشعار لو أنت عاوز الإشعار يجي لك بالفيديوهات، اتأكد إنك مفعل زرار الجرس، هو ده اللي هيخلي الإشعار يجي لك كل ما ينزل فيديو جديد بإذن الله. حاطط حبة تأكيل صغيرين ما كترتش، لأن ديت أول وجبة أديها للفروخ. طبعا الاهالي هي اللي كانت عماله بتاكل، فانا مش هكتر قوي عليهم، هديهم حاجه بسيطه. حتى لو انا عامل الوجبه بتاعتي كتيره او زياده عن اللازم برضو مش هكتر. يفضل ان اول وجبه دي بتكون بتاع حوالي 2 سم بالكتير، ما تزودش عن كده. طيب ليه ما نكترش رغم ان العصفور الحويصله بتاعته فاضيه؟ علشان خاطر العصفور لسه بيستطعم الاكل، ولسه المعده بتاعته بتبدا تتعود على نوعيه الاكل دي، فما ينفعش تكون بتدوق حاجه جديده او بتدوق زغلول حاجه جديده وفجاه هوب بتقوم دافس له المعده مره واحده. لا، كده ممكن يحصل له مشاكل في الهضم، واحنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نوصل للحاجه اللي احنا قلنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هلف الكاميرا كده وافرجكم، او هحاول اقرب الكاميرا وافرجكم من الزغاليل والعمر بتاعها عشان تبقوا شايفين معايا اكتر ونتكلم مع بعض سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الزغاليل بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، فرجكم هيت عليها. بسم الله ما شاء الله، طلعها احسن من الكرتونه. طبعا في واحد بصوا اللي موطي راسه ده خلاص ده جعان بقى واحنا متاخرين عليه عاوزين ناكله، بس انا كنت بحاول قدر الامكان ان انا ما اكلوش الا لما يهضم الحبوب اللي عنده، عشان ما اكلوش اكل على اكل. يفضل طبعا ان احنا تستنى حاجه زي كده. التأكيل بالنسبة للفروخ في السن ده، استنى افرجكم عليها الأول. سيب المفرش، سيب قفش في المفرش. تمام، آدي الزغلول الكبير وآدي زغلول أصغر منه شوية. ده أفضل سن إنك تسحب فيه الفروخ، بيكون الفروخ مدبسة، فبتقدر بإذن الله عز وجل إنك تأكلهم وجبة تكون كل 4 ساعات أو كل 5 ساعات، على عكس العمر اللي اقل من كده هتضطر اسفا انك تاكلهم وجبه كل نص ساعه او وجبه كل ساعه بالكتير. فده معناه ان انت هتقعد 3 ايام ما تنامش نهائي، وهيبقى نومك كله متقطع. فالسن ده بيكون مريح شويه الى حد ما في التاكيل. طيب هنبدا بقى مع الزغلول ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البلف، للناس اللي بتسال ازاي تحط البلف، بصوا يا شباب ركزوا معايا، ادي الزغلول بتاع اهوت، وادي سرنجه التاكيل. بمسك السرنجه كده، بصوا انا حاكم البلف ازاي علشان خاطر لما اجي ادخل البلف ابقى انا متحكم في دفع البلف داخل بق العصفور. دخلنا اهوت، بصوا هو من نفسه بيعمل ايه، هو من نفسه بيبلع معايا، هو عاوز ياكل لان الحويصله بتاعته فاضيه. اهو هبدا بقى انزل بالاكل بتاعي. انا هستكفي بالسرنجه بتاعتي ديت، هدي حاجه بسيطه زي ما قلت لكم، مش هكتر. تمام كده كفايه قوي زي الفل كده. انا اديت تقريبا حوالي 2 سنتي ولسه باقي معايا التاكيل اهوت. الحويصله هي تمت على خير، اتملى جزء منها ولكن ما اتملتش قوي، هو ده اللي بندور عليه يا شباب. تمام، طب كلام جميل. تعالى بقى للزغلول الثاني. في سؤال، انت ليه حاطط العصافير في كرتونه؟ بصوا العمر ده اصغر منه ازاي. تمام اهو ده اصغر منه كتير. انت ليه حاطط الزغاليل في كرتونه؟ انا حاطها في كرتونه عشان اوفر لهم الدفء، لان خدتهم خلاص من عند الاهالي. ايوه الاهالي شافتهم اهيت، انا حاطط الاهالي قصادي وهم اللي عمالين بيصرخوا عليهم دول
عاوزين الفروخ بتاعتهم ما تقلقوش انا بهتم بيهم ما تخافوش هم في ايد امينه. تمام زي الفل. ادينا كمان تقريبا 2 سم اهوت للزغلول ده وما مليناش الحويصله. ان شاء الله عز وجل كمان ساعتين هشوف مستوى الهضم بتاع الفروخ. اول ما الاقيهم هضموا هرجع اعمل لهم وجبه ثانيه من نفس منتج التاكيل بتاعي اللي انا شغال بيه. طالما اشتغلنا بمنتج تاكيل ما ينفعش ان احنا نغير منتج التاكيل دوت في نص فطام العصفور او في نص ان احنا بنعود العصفور على الاكل. يعني انت اشتغلت مثلا بمنتج اي 21 لازم تكون شغال في المنتج ده لحد النهايه، ما ينفعش انك تغير تجيب منتج تاني لان طبعا كده بتعمل مشاكل معويه للعصفور وهيضطر يقعد شويه على ما يتعود على المنتج الجديد. دي حاجه. حاجه ثانيه يفضل طبعا كرتونه زي ديت كده او علبه او اسمها ايه عش يكون بتاع كوكتيل وتحط فيه الفروخ. طيب ليه؟ عشان تبعد تيارات الهواء عن الطير. انا هقفل بس دي كده لان الجو هنا في الارج ساقع شويه فما ينفعش ان انا اخلي العصفور يتعرض لبرد. دي نقطه. نقطه كمان وجبه التاكيل بتاعتك زي ما انت شفتوني كده عملتها مفيش خلال دقيقتين وبسرعه قمت مطلع الزغلول وقمت مأكل وقمت مرجعه تاني. ما تطولش انك تسيب العصفور بره عشان ما يبردش منك لان في السن ده بيبقى اسلم حاجه له علشان خاطر يهضم الاكل ويبقى صحته كويسه انك توفر له دفء قدر الامكان. ومش معنى الدفء انك تكتمه ما يكونش عنده منفس، لا انا عندي العلبه مفتحه من الجناب ومن فوق في فتحه كمان مدخل لهم هواء. وانا من وقت للتاني بفتح العلبه بطمن عليهم وبرجع بقفلها تاني فالاكسجين بيتجدد باستمرار داخل العلبه بتاعتي. تمام؟ بالنسبه بقى للطير بتاعي الاب والام هل الموضوع دوت ياثر على نفسيتهم؟ لا خلاص ما بيأثرش، هو بس اول يومين ثلاثه بيستغربوا من ان انت خدت من عندهم الزغاليل وبعد كده خلاص بيتعودوا بيتاقلموا وبيخشوا في دوره انتاج جديده. طيب جميل. طيب بالنسبه للزغلول ده افضل اكله لحد امتى؟ هفضل اكله لحد ما يكبر معايا والريش بتاعه يكتسي وبعد كده هبدا احط له بقى اكاله من خشب الزان ومسقه صغيره في الارضيه عشان يتعود ياكل لوحده. طيب بعد كده اعمل ايه؟ هبدا بقى ساعتها ان انا ابدا اشتغل معاه شغل التدريب بتاعي، ان انا اوقفه على صباعي واسيبه لفتره، ان انا اقعده على رجليا شويه، ان انا ابدا اخليه يقف على كتفي زي العصفور اللي كان واقف معانا كده هنا امبارح اللي كان على الانتريه. كل يوم والتاني بتبدا معاه مرحله جديده، بعد كده ممكن تبدا تحاول تخليه يفهم بعض الكلمات بانك مثلا تشاور له على حاجه وتقول له اسمها، او مثلا تخليه يقف في مكان وتعمل له حركه كده ويكون الاكل على ايدك تقول له تعالى، على سبيل لما تقول له كلمه تعالى والاكل على ايدك يطير ويجي لك. ده كلام بعد كده في التدريب ممكن نبقى نتكلم عنه، لو انتوا حابين اكتبوا لي في التعليقات نتكلم عن التدريب بالنسبه للكوكتيلات. فالكوكتيل الالبينو انا بفضل ان انا ادربه لان سعره كويس وبيبقى اهتمامك بيه جاي في النهايه بمردود حلو، على عكس لما تبدا بحاجات سعرها قليله بتبقى في النهايه في البيع بتاعها مش مجديه لان طبعا انت بتاكل تاكيل يدوي بيكون غالي. في ناس بتاخد خلطات تاكيل بيبقى بتتباع في الاسواق النص كيلو ب 150 جنيه. اي نعم السعر قليل وكميه الاكل كبيره بس انا عن نفسي ما بحبش ان انا اخاطر واشتغل بمنتج يكون مستورد. انا المنتج اللي اكلت بيه دلوقتي حاجه اسمها نكتون دوت منتج الماني مستورد. فانا بشتغل بالحاجات دي. اي نعم بتبقى اغلى شويه بس بيبقى المردود بتاعها او العائد بتاعها بيكون مطمني ومرضي ليا في النهايه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنساش بقى تدعمنا باللايك الجميل وشير عشان غيرك كمان يستفاد. اسيبكم على خير. السلام عليكم.